رغم قرار رسمي بحظر التظاهرات في العاصمة الجزائرية، إلا أن الجزائريين كسروا قرار المنع انتصارا للقدس واحتجاجا ضد قرار الرئيس الأمريكي في نقل سفارة بلاده إلى القدس. القرار بالنسبة إليهم اعتداء على مقدساتهم في الأراضي الفلسطينية. بعد صلاة الجمعة مباشرة كان الموعد أمام المقر الوطني لحركة مجتمع السلم، كبرى التشكيلات الإسلامية في البلاد، الحركة التي حملت الحكومات العربية استباحة المدينة، نددت أيضا بالتضييق على المسيرات في الجزائر العاصمة. لمصلحة من تمنعوننا من أن نعبر عن غضبنا، من أن نعبر على انتمائنا، من أن نعبر أيها الإخوة الأفاضل بأننا نحن كذلك كغيرنا من الشعوب. حناجر المحتجين ضد قرار ترامب لم تتوقف عن الهتاف للقدس وفلسطين. من كل التيارات ومن كافة الشرائح كانت الرسالة واحدة لا بديل عن المقاومة في مواجهة ما يحاك للقدس والأقصى. أداة الحوار وأداة التفاوض هو الجهاد والمقاومة المسلحة. الوقفة التضامنية هذه سبقها بيان للخارجية الجزائرية دعا الأمتان العربية والإسلامية والمجتمع الدولي للتصدي لقرار ترامب هذا. حسام تكالي، التلفزيون العربي، الجزائر.